أهلا بكم من جديد. تنطلق اليوم الجولة 18 في الدوري السعودي لكرة القدم. الشعلة يستضيف النصر في الخرج، والتعاون يلاقي ضيفه الاتحاد في بريدة، وفي الرياض يلتقي الهلال مع الأهلي، بينما يلاقي الاتفاق ضيفه نجران. الجمعة تستكمل الجولة حيث يلعب الشباب مع الفيصلي في الرياض، والعروبة يواجه ضيفه الفتح هناك في الجوف، ويتواجه النهضة مع الرائد في الدمام. إذن في ضيافة الهلال، المباراة المرتقبة وبينهما تاريخ يملأ عين الشمس وأحداث لا تسقط من ذاكرة الجماهير. عبدالله الدرويش يذكر بها.
هذا عن التاريخ، أما الحاضر فيتحدث عنه رجل الحاضر الهلالي سامي الجابر. مباراة أيضا كلاسيكو أخرى بعد مباراتنا مع الاتحاد، بدون أدنى شك استعدينا استعداد جيد لهالمباراة، نطمح للثلاث نقاط. الدوري أصبح الآن في سباق مثير، لكن احنا مقتنعين جدا بأنه هذه المباراة تمثل لنا أهمية أكثر من الأهلي، بحكم أن احنا منافس يجب أن احنا ما نخسر نقاط أكثر، وإن شاء الله بإذن الله أرى أو أشوف أن الفريق استعد استعداد أكثر من جيد، وبإذن الله إن شاء الله أشوف إن شاء الله أنه بوادر إن شاء الله انتصار كبير إن شاء الله يوم غد. أعتقد أن الجميع اللاعبين ما عدا المصابين زي ما ذكرت كواك غير جاهز للمشاركة، عبد العزيز الدوسري غير جاهز للمشاركة نظرا لإصابته في التمرين، ما عندنا شيء نخبيه لأنه إذا غاب عنا سيد حضر سيد آخر. غدا سيشارك لأول مرة اللاعب البرازيلي ديغاو، سيكون أحد العناصر المشاركة كأول مباراة رسمية مع نادي الهلال. أعتقد أنه جاهز، الجاهزية لم تكن بنسبة كبيرة أو 100% لأنه لسه واصل في هذه أول مباراة، ولكن نتمنى له التوفيق، لكن الإمكانيات موجودة في الجميع، الانسجام مع لاعبين الهلال لا يحتاج وقت طويل، الفريق ينسجم معه أي لاعب، شاهدنا سعود كريري بعد الانتقال انسجم مباشرة، 60% من الفريق تغير، ذلك في كل مباراة نحاول أن احنا نطبق شيء معين. أشوف أنا من وجهة نظري الطرق ممكن تختلف، أن احنا نلعب في شوط واحد طريقتين، ما نغير لاعبين بقدر ما نغير مثلا كنوع من أنواع التكتيك، لكن رغم كل هذا أنه إحنا لحد الآن ما بعد لعبنا بأفضل 11 موجودين لدينا نظر للإصابات نظر للانتقالات. ومباشرة تلتحق بنا الآن من الرياض دكتور تركي العواد لاعب كرة القدم سابق أستاذ الإعلام الحالي. دكتور أهلا بك معنا، تكلمنا عن التاريخ وتكلم سامي عن الحاضر، نريد أن نتكلم معك دكتور عن المستطيل الأخضر، ما سيتم في المستطيل الأخضر، كيف تنظر لها فنيا بموازين فنية؟ طبعا شوف المباراة واضح انها مباراة بين فيتور بيريرا وبين سامي، قبل ما تبدا المباراة اصلا هي مباراة بين المدربين، في ضغوط كبيرة على المدربين، وهذه مباراة محك حقيقي لاستفادة سامي واستفادة بيريرا من الاخطاء في المباريات الماضية، وهل بنشوف هلال جديد في هذه المباراة، هل بنشوف اهلي جديد في هذه المباراة، هذه المباراة بتحدد وترسم مستقبل سامي مع الهلال في المباريات القادمة، وأيضا بالنسبة لبيريرا نفس الموضوع، فنعتقد المباراة بتكون حذرة جدا وبيكون فيها جانب من التحفظ، ما راح تكون زي الدور الأول مباراة مفتوحة من الطرفين، ولا راح تكون زي مباراة الاتحاد والهلال المباراة الماضية اللي كانت مفتوحة، نعتقد أنها بتكون مباراة مغلقة أكثر، بيكون فيها حرص كبير من المدربين إنه ما يخسرون أو يجي فيهم هدف من بداية المباراة. المتوقع في هذه المباراة أن الهلال هو اللي بادر، خصوصا إذا ما فاز فريق النصر، يعني النصر بيلعب العصر بكرة مع الشعلة، إذا فاز بيكون عنده 9 نقاط، هذه أكيد بيكون لها تأثير على المباراة بالذات على الفريق الهلالي اللي ما يبغى فريق النصر يعني ينفرد بالصدارة، خصوصا أنه تعادل الهلال أو خسارته تعني أنه سلم بأنه النصر بطل الدوري. من الناحية الفنية فريق الهلال أفضل بكثير من فريق الأهلي، فريق الأهلي صحيح أنه فاز مباراتين الماضية، ولكن فارق المستوى بينه وبين العروبة وبين النهضة ما يعني يعطينا مؤشر حقيقي لأنه تطور فني بقدر ما هي أصلا الفوارق الفنية قبل المباراة، هذه المباراة بتكون محك حقيقي. جميل. طبعا ممكن نشوف إيريك بيريرا يشارك، ممكن نشوف عبدالله مطيري يشارك في هذه المباراة. بالنسبة لفريق الهلال بكل تأكيد يعني مشاركة ديغاو في هذه المباراة بتكون مهمة، خصوصا في ظل غياب كواك، نعتقد أنها بتكون إضافة ممتازة، لكن مهم جدا أنه يعني سامي يبدأ بالتشكيلة المناسبة في المباراة الماضية. دكتور، شفنا فريق الهلال الشوط الأول أقل عطاء. دكتور إيريك أوليفيرا في الأهلي لن يشارك من البداية، ديغاو سيشارك من البداية في الهلال، كلا اللاعبين يعني من 15 ديسمبر للأعياد طبعا ما لعبوا كرة قدم، تعتبر مغامرة في الجانب الهلالي أنه يشرك من البداية، فيما بيريرا ترك أوليفيرا إلى جانبه كورقة رابحة. هو طبعا الوضع مختلف بالنسبة للهلال أصلا، يعني بكل تأكيد سامي ما عنده أي حل آخر إلا أن يرجع كاستيلو مرة أخرى، وشفناها في المباراة الماضية حقيقة كانت يعني اختيار غير جيد،
كان سيء في المباراة، لذلك أصلا هو براهن على هذا اللاعب، ما عنده أي حل آخر إلا أنه يلعب ديقاو من بداية المباراة، لأنه هذه ثغرة كبيرة في الهلال، فما في حل آخر إلا أنه يعني يحوس الفريق عشان يعني يخترع لاعب في هذا المكان، إما الزوري أو يرجع كريري. فهذا الحل الأسلم، ولا أعتقد أنها فيها مخاطرة بقدر ما هي فرض الواقع أنه هذا اللاعب يشارك في هذه المباراة رغم عدم جاهزيته 100% زي ما تكلم سامي. بالنسبة لبيريرا طبعا تكلم عن إريك أوليفيرا وقال أنه هذا اللاعب ممكن يشارك، ولكن هو ما يحتاجه بالشكل الكبير اللي الهلال يحتاج لقلب دفاع. نعم. فهو عنده موسورو، عنده سلطان السوادي الآن يقدم مستويات ممتازة، عنده تيسير. نعم. حتى عبدالله المطيري ممكن يشارك، ويعني عنده خيارات أكبر المطيري. لذلك هو مصلحته إن يكون في الاحتياط، فهذه أنا أعتقد أنها ورقة جدا ممتازة وممكن يشوف معطيات. السيناريو الأفضل دكتور، لكن بالنسبة للهلال السيناريو الأفضل للهلال، بالنسبة للهلال الأفضل الهلال إنه يشرك طبعا ناصر الشمراني لوحده في الهجوم، يبدأ بتشكيلة مناسبة للفريق عشان ما يقعد زي المباراة الماضية مع الاتحاد ما قدر يلحق لآخر مباراة، لذلك التشكيل مناسب من بداية المباراة، التحرك بدون كرة وهذا مهم جدا من فريق الهلال، استغلال الضعف الموجود عند فريق الأهلي في الجهة اليمنى، نعرف أنها جدا ضعيفة، فإذا كان نواف في أحسن حالاته الهجوم مع هذا المكان بيعطي الهلال فرصة جدا رائعة. جميل. بالنسبة لفريق الأهلي من الجهة الأخرى، الأهم إنه ما يسجل في مرمى هدف من بداية المباراة. نعم. هدوء اللاعبين، وهذا شيء جيد، مباراتين الماضية ما في كروت حمراء ولا كروت. نعم. صفراء كثيرة. مهم جدا استغلال أخطاء دفاع الهلال، الكرات اللي خلف الظهير دائما فريق الهلال يهاجم بالظهيرين. نعم. اثنين الزوري وأيضا ياسر الشهراني، لذلك ممكن نشوف موسورو في أفضل حالاته، وممكن أيشان سلطان السوادي في أحسن حالاته، استغلال أخطاء الدفاع من سوك إذا لعب من بداية المباراة، هذا ممكن يكون أفضل سيناريو، إنه يخطف هدف مبكر يربك الهلال ويبدأ هو يتراجع ويلعب بشكل يعني إغلاق المنطقة أكثر. نعم دكتور، الأخطاء الدفاعية متشابهة في الفريقين؟ جدا جدا جدا. أنا أعتقد أنه المشكلة الأكبر أنه الفريقين عندهم أخطاء دفاعية من بداية الدوري إلى اليوم ما يعني قدروا يعني يتخلصون منها، خصوصا في قلبي الدفاع بالنسبة للهلال وبالنسبة لفريق. نعم. الأهلي يمكن فريق الأهلي بدأ شوي ما يخلي الأظهرة يهاجمون من باب أنه منصور يطلع مرة ومرة علي الزبيدي، بالنسبة للهلال المشكلة الكبيرة أنه ما زالوا إلى الآن الظهيرين يطلعون بشكل مبالغ فيه، هذا يعطي يعني ضعف للدفاع، لكن ممكن سامي يتغلب على هذه عن طريق إشراك كاستيلو وسعود كريري مع بعض، لكن هذا أيضا بيضعف الوسط، لذلك ما في حل أعتقد واضح للدفاع إلا أنه فريق الهلال يكون في أفضل حالات الهجومية، وأيضا فريق الأهلي يكون في أفضل حالات الهجومية ويستغل هالأخطاء الدفاعية، لكنها بتكون موجودة على أي حال. شكرا جزيلا دكتور تركي، نكمل معك غدا عن المباراة أيضا. شكرا جزيلا دكتور تركي العواد. التحذيرات في الجانبين الأزرق والأخضر ساخنة جدا، حتى جماهيرهما تستعد. فهد شهري. احنا نفكر الان في الموسم القادم، السنه هذه اللي اذا كان كاس الملك فقط، تعديل المركز فقط. مسكين مسكين يا بيت حدانا في الملعب الليله يا ويلو من جانا، مسكين مسكين يا بيت حدانا في الملعب الليله يا ويلو من جانا، الله يا ويلو من جانا، ايوه يا ويلو من جانا، طبعا مباراة الموسم الماضي اللي ما راح انساها انتهت 4-1 للهلال، تقدم الاهلي بهدف ومن ثم الهلال عوض باربع اهداف، اتمنى تكرارها باذن الله بكره. ممكن أقول مبروك للأهلي إذا كان سالم الدوسري ونيفيز ما هم في يوم. يا خصمي خلاك في حالك، هلالي الليلة جالك، بلعبوش اللي جرى لك، هلالي خليه في بالك، قولوا كونا، قولوا الله إلا من حر السخونة،
ناصر الشمراني متمكن في مرمى الاهلي، سجل اكثر الاهداف من اول من كان يوم مع الشباب. اهلي انت حماسي والفوز مطلب اساسي، يا الاهلي لعبه حماسي والفوز مطلب اساسي. لا تفرحون كثير، الاهلي راح يوقفكم عن الحصول على الدوري، راح يهدي النصر الدوري. الله الله فريق كبير، ما في شيء ناقصه، بس مشكله سوء الطالع ضيب الروح الهلاليه. مسكين قتيل الهلالي، مسكين قتيل الهلالي. ننتظر المباراة، مباراة ساخنة ومرتقبة، وقفة قصيرة نعود معكم لنتابع في المرمى وفي الشعلة. يفتقد طيره الجارح وفهد الطفيل يتحدى النصر، أمي ستحمي المرمى من سهام المتصدر.